جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: أهلي لا يصلون، أنا كلمتهم مرارا ونصحت لهم ولكن بدون جدوى، وأشرح لهم وبدون فائدة، افتوني في قضية هذه، ماذا أفعل بعد ذلك؟ جزاكم الله خيرا، وهل أبقى معهم؟ إن كان يقصد بأهل زوجته أنها لا تصلي وأبت أن تصلي، فالواجب عليه مفارقتها، لأنها كافرة. إذا أصرت على ترك الصلاة فإنها كافرة، ولا يجوز للمسلم أن يمسك بامرأة كافرة. قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أما إن كان يقصد بأهله مثلا أبوه أو أمه أو إخوانه الذين يسكن معهم في بيت واحد، فهؤلاء يأمرهم بالصلاة ويعظهم ويذكرهم، فإن صلوا الحمد لله، وإن استمروا على ترك الصلاة وله قدرة على مفارقتهم والسكن منعزلا عنهم وجب عليه ذلك، ولا يجوز البقاء معهم. نعم.